طيب دلوقتي هنتكلم مع حضراتكم عن موضوع غاية في الأهمية، وكان في جلسة مهمة جدا امبارح حضرها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس طارق الملا وزير البترول. نتكلم عن إنتاج مصر من الطاقة. مصر خدت خطوات كبيرة جدا فيما يخص التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، وده ليه انعكاس كبير جدا على توفير الطاقة وفي نفس الوقت الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية. خلينا نعرف أكتر أو نتعرف أكتر على أهمية مشروعات الطاقة المتجددة من دكتور ماجد كرم الدين محمود المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. بداية خلينا نتعرف أكتر على إزاي تم إنشاء محطات الطاقة المتجددة في مصر، وكان الهدف منها إيه وأهميتها؟ والله محطات الطاقة المتجددة في مصر قصة نجاح كبيرة لكل مصري أن يفخر فيها، وهذه القصة بدأت بعدد من المشروعات في يعني على ساحل البحر الأحمر في مجال طاقة الرياح، ولنا أن نعلم أن من أوائل مواقع المشروعات الكبرى هي منطقة الزعفرانة اللي كانت زي ما حضراتكم تعرفوا واحدة من الأماكن اللي كان فيها حرب خلال الفترة من 67 ومن بعدها إلى أواخر السبعينات. وهذه المنطقة كان منطقة حتى لو تعرفوا كان فيها مخلفات حروب وألغام وغيره، وتم يعني العمل عليها لتطهيرها بالتعاون مع الجيش المصري العظيم، وتم من خلال وزارة الكهرباء وكوادرها وهيئة الطاقة المتجددة بتشعينات تجهيز الأراضي، وتم عمل الطرق، وتم إنشاء أول محطات رياح منذ ذلك الوقت، وابتدت العجلة تدور تدريجيا. كان معظمها لغاية 2014 مشروعات حكومية بتمويلات من شركاء التنمية الدوليين، والحقيقة ده كان الناس المتخصصين اللي بيشتغلوا في المجال من 30 سنة زي كانوا زعلانين شوية، لأن احنا كنا شايفين إن في فرصة للقطاع الخاص إنه يتوسع في مجال الطاقة المتجددة. الحقيقة من 2014 حصلت نقلة نوعية، هذه النقلة النوعية مهمة. رقم واحد، الدستور المصري أسس إن الطاقة المتجددة جزء من مزيج الطاقة بتاعنا. رقم اثنين، تم عمل بعض اللي هنقول القوانين والتشريعات المهمة جدا 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 اللي فتحت الباب لدخول القطاع الخاص، وأثمرت هذه القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية، وإن قطاع الكهرباء الحقيقة تحرك بجدية فيها، إن دخلت عدد من المشروعات. يمكن بنفتكر كلنا مشروع بنبال للطاقة الشمسية اللي كلنا تحدثنا مع حضراتكم مرارا وتكرارا عنه، إن واحد من أهم المشروعات في المنطقة، إنما ما وقفناش عنده، وبقى فيه بقى مشروعات في كوماندو وفي اراضي جديده متخصصه، مشروعات جديده وغير مشروعات جبل الزيت في طاقه الرياح وغيرها. مصر وصلت تقريبا حاليا ل 20% من الحمل الاقصى بتاعها طاقه متجدده، اكتر شويه يمكن الحمد لله، وده كان الهدف اللي مصر حطته في 2008. فالهدف مصر الحمد لله حققته برغم وجود ثورتين وبرغم وجود ازمه زي ازمه كورونا وبرغم وجود مشاكل اقتصادية عالمية كلنا بنلمسها أثرت علينا طبعا داخليا. لماذا الطاقة المتجددة؟ أمر بديهي، أولا يمكن دوافع العالم في تحول الطاقات المتجددة كان أصلها هو التغير المناخي، ولكن وضح للعالم أهمية الطاقة المتجددة في تحقيق أمن الطاقة. وأمن الطاقة هنا أن الطاقة المتجددة بالاعتماد عليها بتوفر ان احنا نحرق الوقود التقليدي، الوقود الاحفوري اللي بنتكلم بقى على الغاز الطبيعي، بنتكلم عن المشتقات النفطيه وغيرها، وبالتالي بتجنب حرقها احنا بنوفر عوائد للدوله، وبنعمل فرصه بديله للاستفاده من هذا الوقود، وبالذات في صناعات زي صناعه البتروكيماويات، او حتى اذا كان اسعار التصدير تفضيليه فنستفيد بيها. وبالتالي الطاقه المتجدده من اهم عناصرها انها موفر لاستخدام الوقود التقليدي، وبالتالي كمان بتسهم في تحسين الصحه نتيجه ان احنا بنخفض الانبعاثات وغيره اللي طالعه اللي كانت الملوثات اللي موجوده في الجو، وبالتالي احنا مش بس بنأثر في مكافحه التغير المناخي بخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وما يطلق عليه غازات الدفيئه والاحتباس الحراري، ولكن ايضا احنا بنسهم في حياه افضل للمواطنين. جنب ده وده الحقيقه وحاجه نفخر بيها جميعا فرص العمل اللي بتولدها مشروعات الطاقه المتجدده، واذا عرفنا ان مثلا زي ما اتكلمنا عن مشروعات الطاقه الشمسيه لاسوان انها وفرت فرص عمل ل 10,000 واحد اثناء مراحل الانشاء. واذا عرفنا ان هدف مصر في خلال 2035 يعني بعد 12 سنه من النهارده ان يكون عندنا 42% طاقه متجدده من مزيج الكهرباء بتاعنا. ده معناه ان احنا سنويا محتاجين نبني زي بالباب. طبعا ما بيتحققش ده، مش شايفينه بسرعه بيتحقق، ولكن في اتفاقيات موقعه بهذا الشان، وفي عدد مشروعات تحت الانشاء،
وبالتالي بنتوقع ان الطاقه المتجدده في مصر اللي هي حصتها حاليا 20% من القدره الاسميه وتناظر حوالي 6000 وشويه ميجا وات، انها ترتفع في نهايه السنه دي والسنه واوائل العام القادم الى افق حوالي 8000 ل 10000 ميجا وات. وايضا بنتوقع ليها انها تصل لاكثر من 50000 ميجا وات في حلول 2035. طيب ومعنى ان احنا نصل لهذا الرقم احنا بنتكلم على فرص استثماريه كبيره جدا، بنتكلم على فرص توطين صناعه، بنتكلم على خلق فرص عمل، بنتكلم كمان على خبره للشركات المصريه انها تعمل في الدول العربيه والافريقيه لانها اصبحت مؤهله وذات خبره في تنفيذ مشروعات ناجحه. والحقيقه ده اللي بنلمسه حاليا. دي نقطه مهمه جدا بقى عايز اتكلم فيها مع حضرتك اصلا يا دكتور ماجد، يعني زي ما حضرتك ذكرت ان احنا بدانا في هذا الموضوع مؤخرا، يعني بنتكلم في 9 سنين تقريبا، لكن ماشيين بوتيره معقوله مقارنه ببعض الدول. مش عارف هل يجوز لينا مقارنه مصر بما يحدث في العالم والتطور في هذا المجال في العالم ولا لا، بما ان لسه بادئين في الموضوع قريب. لكن لو هنقارن بالدول المحيطه، لو هنقارن بدول المنطقه بهذه الوتيره اللي مصر ماشيه بيها. يمكن خلينا اقول انا بصفتي المدير الفني للمركز الاقليمي للطاقه المتجدده وكفاءه الطاقه والمنظمه الحكوميه، احنا بنطلع كل سنتين المؤشر العربي لطاقه المستقبل، وده بيخص المنطقه العربيه. وطبقا ل 32 مؤشر موضوعي فني، مصر الاولى عربيا في تنافسيه اسواق الطاقه المتجدده. عظيم. وده ليس فقط بحجم الحجم لان احنا سوق كبير طبعا، ده يعني لا شك فيه، ولكن ايضا ان في عدد كبير من حوافز الاستثمار بالطاقات المتجدده للمشروعات الكبرى. وكمان هذه الحوافز اللي بيتم تقديمها والاتفاقيات اللي بيتم توقيعها والاراضي اللي بيتم تخصيصها والشبكات اللي بيتم مدها، انا بقول لحضرتك العناصر المختلفه. هذه الحوافز مكنت مصر كمان انها توقع عدد كبير من الاتفاقيات في مجال الهيدروجين الاخضر مثلا، اللي هو تطور ما يحدث للعالم، يعني ما بقتش الطاقه المتجدده فقط. ده في المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس. بالظبط يا فندم. واول مشروع 100 ميجا وات بقى بينتج فعلا النهارده، تم افتتاحه في نهايه 22، وواحد من اهم المشروعات اللي في المنطقه في هذا المجال في الفتره الاخيره. فعلى مستوى التنافسيه في المنطقه العربيه احنا من الافضل، خلينا نقول الافضل حاليا من حيث القدرات المركبه، الافضل في تنافسيه الاسواق. ولكن علينا الاسراع بمزيد من المشروعات والكبرى، وكمان ما نغفلش دور المشروعات الموزعه اللي لسه محتاجين نتحرك فيها خطوات واسعه، اللي هي انظمه الطاقه الشمسيه على اسطح المنازل، على اسطح الفنادق، على اسطح المجمعات التجاريه وغيرها. واحنا شايفين مثلا مبادره شرم الشيخ الخضراء، والحقيقه انا كنت في حوار امبارح مع احد مسؤولي برنامج الامم المتحده الانمائي اللي بيرعوا هذه المبادره، وهو بيحكي لي على قصص نجاح وتحول رائعه جدا جدا جدا. نامل ان شاء الله ان مصر كلها تتحول الى استخدام الطاقه الشمسيه بتوسع، لان كل كيلو وات ساعة بنولده بالطاقة الشمسية هيوفر لنا وقود ويجنبنا أزمات من اللي مرينا بيها خلال الفترات الأخيرة. أكيد. كل الشكر ليك الدكتور ماجد كرم الدين محمود المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، شكرا جزيلا.